في الفيديو ده هنتكلم عن منحة دراسية ممولة بالكامل. المنحة دي ينفع تقدم عليها لو انت عايز تدرس بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، ولكن عايزك تركز معايا. لو انت عايز تقدم على البكالوريوس هتقدر تقدم، ولكن مش دلوقتي لان التقديم على البكالوريوس لسه مفتحش. ولكن لو انت عايز تستفيد ممكن تتابع الفيديو بالنسبة لشرح طريقة التقديم اللي هنتكلم فيه للماجستير والدكتوراه، علشان نفس الطريقة هتستخدمها للتقديم على البكالوريوس لما المنحة تفتح للبكالوريوس. المنحة اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده هي منحة جامعة بروناي دار السلام، والمنحة دي منحة ممولة بالكامل، يعني بتغطي لك جميع تكاليف السفر، بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، بتوفر لك راتب شهري بيصل إلى 360 دولار أمريكي، يعني ما يعادل 500 دولار بروناوي، بالإضافة إن هي بتوفر لك سكن مجاني، وفي كمان بتاخد رسوم تانية، يعني أنت بتاخد بدلات تانية خاصة بالأبحاث اللي أنت بتقوم بيها. والكلام ده كله هنتضمنه ونشرحه مع بعض في الفيديو بتاعنا. خلال الفيديو هنعرف مع بعض إيه هي التفاصيل والمميزات والكليات المتاحة التقديم عليها والمستندات المطلوبة، وإزاي نقدر نقدم على المنحة خطوة بخطوة. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو تابع الفيديو من البداية للنهاية. لو عندك اي استفسار او اي سؤال انا ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا، ممكن تتفضل تنزل تسيب في الكومنتات او تتوجه لصفحة الفيسبوك الخاصة بينا دكتور المنح، رابط الصفحة برضو موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وتسيب الرسالة بتاعتك عبر رسائل الصفحة وبيتم الرد عليك من الفريق الخاص بينا على صفحة الفيسبوك. ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك الجميل بتاعك. لو لسه مشتركتش في القناة ياريت تشترك وتشارك الفيديو مع غيرك، دعم منك لوجودة بنحاول نقدمها. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا نتعرف على كل حاجة تخص المنحة خطوة بخطوة. ازيكم يا شباب، مرة تانية زي ما قلنا بنتكلم عن منحة جامعة بروناي دار السلام. وخلي بالك ان سلطنة بروناي تعد واحدة من اغنى الدول على مستوى العالم، تمام؟ طيب هنيجي مع بعض هنا. قلنا الدولة المستضيفة هي سلطنة بروناي، اسم المنحة هي منحة جامعة بروناي دار السلام، وهتدرس في جامعة بروناي دار السلام. المنحة مقدمة للطلاب الراغبين في الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، وبالنسبة للبكالوريوس لسه مفتحش التقديم عليه، تمام؟ بالنسبة لشرط السن مفيش سن محدد للتقديم على المنحة، وبالنسبة لشهادة اللغة الإنجليزية هي مش من المتطلبات الإجبارية، ولكن لو انت عندك شهادة توفل او ايلتس او ما يدل على معرفتك باللغة الانجليزية او دراستك السابقة كانت باللغة الانجليزية تقدر ترفق المستند ده كمستند داعم ليك في الابليكيشن بتاعك. اخر ميعاد للتقديم هيكون 31 يوليو 2022، الفيديو بتاريخ 10 يونيو، يعني لسه قدامك وقت كبير جدا، اكتر من شهر ونص انك انت تجهز نفسك للتقديم على المنحة دي. طيب الكليات المتاحة للتقديم، حضرتك هنا بتلاقيني سايب لك البرامج الخاصة بالدكتوراه موجودة كلها هنا قدامك باللغة العربية، وموجودة داخل الابليكيشن زي ما نشوف مع بعض باللغة الانجليزية. دي البرامج الخاصة بالدكتوراه، وهنا دي البرامج الخاصة بالماجستير زي ما انت شايف هنا معايا. طيب ايه هي مميزات المنحة والتمويل؟ زي ما موجود على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة وهخليك تشوفها بنفسك. المنحة بتغطي لك جميع تكاليف السفر ذهابا وايابا، كمان بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، يعني الدراسة بتاعتك بتكون مجانا، بتوفر لك راتب شهري وقدره 500 دولار بروناوي، يعني ما يعادل لو رحت تشوف على جوجل بالظبط 363 دولار امريكي. السكن المنحة بتوفره لك داخل الحرم الجامعي، كمان بتوفر لك بدلات البحث، يعني مثلا بالنسبة للي بيدرسوا التخصصات اللي خاصة بالفنون والعلوم الانسانية بياخدوا 1000 دولار بروناوي، اما بالنسبة للي بيدرسوا التخصصات الخاصة بالعلوم بياخدوا 2000 دولار بروناوي. طيب ركز معايا في الحاجات اللي جاية دي لان الحاجات دي مهمة جدا، ركز معايا. المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة، طالب منك تملى الابليكيشن الخاص بالمنحة، وده احنا هنستعرضه ونشوفه مع بعض. صورة شخصية، صورة من جواز السفر، شهادة تخرج بين درجات آخر معهد دراسة حصلت عليه، يعني لو بتقدم على ماجستير هيكون طالب منك شهادة تخرج بين درجات البكالوريوس، لو بتقدم على دكتوراه هيكون طالب منك شهادة تخرج بين درجات الماجستير، تمام؟ عدد 2 خطابات توصية، هنا أنت بتجيب بيانات شخص أنت عارفه كويس، هو عارفك كويس، هتدخل بيانات الشخص الأول بيانات الشخص الثاني، بحيث إن حضرتك بعد ما بتعمل سبميت للأبلكيشن بتاعك هما بيتواصلوا معاه وبيطلبوا منه إن هو يكتب توصية عنك، تمام؟
شهادة خلو المتقدم من ارتكاب الجرائم اللي احنا بنسميها في مصر شهادة الفيش والتشبيه، ولكن عند اخواتنا العرب في الدول العربية بيكون اسمها الشهادة اللي هي بتدل على عدم ارتكاب الشخص لأي جرائم. تمام. كمان لو حضرتك بتقدم على المنحة دي وحضرتك مثلا بتشتغل في مكان معين، فانت لازم تجيب اذن عمل من المكان اللي انت بتشتغل فيه، انك انت مسموح لك انك انت تروح تدرس ماجستير او دكتوراه في جامعة بروناي. تمام. وزي ما قلنا شهادة الطفل او ايس لو معاك، او ما يدل ان دراستك السابقة كانت باللغة الانجليزية، او شهادات تدل على معرفتك باللغة الانجليزية، ده طبعا بيدعم الابليكيشن بتاعك. طيب ازاي هتقدم على المنحة دي؟ انا كاتب لك هنا وبرضه هشرح لك. اول حاجه حضرتك بتجهز المستندات بتاعتك وبتملى الابلكيشن وبتعمله سبميت. بمجرد ما بتعمل سبميت للابلكيشن بتاعك بيطلع لك رمز، والرمز ده اسمه او اي اس واي اس. تمام. زي ما انت شايف هنا معايا او اي اس واي اس، الرمز ده بيطلع لك بمجرد ما بتعمل سبميت للابلكيشن اونلاين. طيب ايه فايده الرمز ده؟ حضرتك بعد ما قدمت اونلاين وعملت سبميت وطلع لك الرمز ده، انت لازم تبعت المستندات بتاعتك عن طريق البوست على العنوان الخاص بالجامعة، وده العنوان الخاص بالجامعة زي ما انت شايفه هنا، وبرضه هستعرضه معاك على الابليكيشن الخاص بالمنحة نفسه. تمام. طيب الرمز اللي طلع لك اللي هو ال OASYS ده ايه لازمته؟ حضرتك بتاخد الرمز ده بتكتبه على الظرف اللي حضرتك هتبعت فيه المستندات بتاعتك الى العنوان الخاص بالجامعة عن طريق البوست. الرمز ده بتكتبه على الملف من بره اللي بيكون داخله المستندات اللي انت هتبعتها الى عنوان الجامعة عن طريق البوست. تمام. طيب ده الموقع الرسمي، وانا لو انت عايز تقدم مباشرة، بالنسبة للناس اللي بتسأل ازاي نقدم من فريق دكتور المنح، لو حابب تقدم من خلالنا بتملى الابليكيشن بتاعنا من هنا، بتضغط على التقديم من خلال فريق دكتور المنح، بيطلع لك الابليكيشن وبتملاه، وبيتم التواصل معاك عن طريق الفريق الخاص بينا. تمام. طيب ده للناس اللي حابه تقدم من خلالها، ولكن تقدر تتابع خطوات الشرح بالنسبه للمنحه دي او اي منحه على القناه وتقدم بنفسك. دي جروباتنا على التليجرام، قناتنا على التليجرام واحد من جروباتنا على الواتساب. لو حابب تشرفنا تشترك في جروباتنا للاستفاده من المنح اللي احنا بننزلها اول باول. تمام. طيب ده الموقع الرسمي، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحه دي، كل حاجه عن المنحه موجوده هنا قدامك. تمام. بالنسبه للمميزات اللي انا ذكرتها لك موجوده هنا بالنص، ادي الراتب الشهري $500 بروناوي. هنا بالنسبه ليه تغطية جميع تكاليف الدراسة موجودة هنا قدامك. أول حاجة هنا حضرتك بتحصل على السكن، هنا حضرتك بالنسبة لي المش مقيمين في دولة بروناي دار السلام، يعني الطلاب الدوليين اللي احنا بنتكلم معاهم وبنشرح لهم المنحة دلوقتي، بيحصلوا على تذاكر سفر بين وإلى بروناي. وزي ما قلنا بالنسبة للي بيدرسوا الفنون والعلوم الإنسانية بياخدوا بدلات بحث $1000 بروناوي، وبالنسبة للي بيدرسوا التخصصات الخاصة بالعلوم بياخدوا $2000 بروناوي. تمام. طيب عايزين نقدم على المنحه، بنعمل على ايه؟ تيجي بتضغط على اونلاين ادميشن سيستم، او من هنا بتيجي بتضغط للتقديم مباشره. في كلتا الحالات بتفتح معاك الصفحه دي. هنا بيقول لك الجرادويت ديجري اللي هم خاصين بيه الدراسات العليا اللي هو الماجستير والدكتوراه، التقديم متاح حتى 31 يوليو 2022. بالنسبه للاندر جرادويت هو اصلا قفل، لان الفتره بتكون من 2 يناير الى 18 فبراير، بتفتح كل سنه من 2 يناير الى 18 فبراير. تمام. عشان كده قلت لك الاندر جرادويت اللي هو البكالوريوس مش موجود دلوقتي. لو حابب تستفيد تابع معايا الفيديو علشان خاطر تستفيد وتجهز نفسك للتقديم على المنح. هنيجي نعمل ايه؟ بنضغط على جرادويت ديجري. تمام. طيب اول حاجه بتفتح قدامك، بيفتح معاك الابليكيشن، ولكن من فوق زي ما هتشوف معايا دلوقتي بيكون كاتب لك الحاجات اللي انت المطلوبه ترفقها، وكمان زي ما انت شايف هنا ادي الحاجات المطلوبه منك انك انت تعملها. وهنا بيقول لك ايه؟ ان حضرتك بتبعت المستندات بتاعتك الى العنوان الخاص بالجامعه عن طريق البوسطه. تمام. هنا هتقدر تلاقيها فين؟ هنا حضرتك بتلاقيها معايا، ان الطلاب الدوليين لازم يبعتوا المستندات بتاعتهم على العنوان الخاص بالجامعة، او ادي العنوان زي ما انا كنت كاتبه لك موجود هنا قدامك. تمام. طيب هنيجي مع بعض هنا، بتختار البرنامج الاول اللي انت عايز تدرسه، سواء كان دكتوراه اللي هو قدامك بي اتش دي او ماجستير. تمام. ده الاختيار الاول وده متطلب اجباري، وبعد كده بتختار الاختيار الثاني. تمام. بعد كده هنا انت بتيجي عايز بارت تايم، فانت هنا بتختار نوع، انت بتختار دراسه فول تايم. لو انت قدمت على المنحه دي قبل كده فانت بتقول له انت قدمت امتى، لو ما قدمتش خلاص. بعد كده هنا بتيجي بتدخل له معلومات شخصية عنك، وهنا بترفق له الصورة الشخصية بتاعتك، زي مثلا هنا اللقب بتاعك ايه، اسمك زي ما موجود في جواز السفر، الجنسية بتاعتك. بعد كده هنا انت بتيجي بتتكلم عن الجندر بتاعك اذا كان ذكر او انثى، هنا الديانة، الحالة الاجتماعية، تاريخ ميلادك، الدولة بتاعتك، كل حاجة انت بتبدأ تدخلها هنا عن المعلومات الشخصية بتاعتك. تمام. هنا رقم جواز السفر، قلنا ان هو اجباري، ما ينفعش من غير جواز السفر انك انت تقدم. هنا
مكان إصدار جواز السفر، دولة إصدار جواز السفر، تاريخ إصدار جواز السفر، تاريخ إنتاج جواز السفر. بعد كده في الجزء الخاص بالكونتاكت ديتيلز، في الجزء ده انت بتبدأ تدخل له بيانات عن العنوان بتاعك اللي انت مقيم فيه بشكل دائم والعنوان الحالي بتاعك. وفي حالة ان عنوانك الحالي هو نفس العنوان المقيم فيه بشكل دائم، بتيجي هنا بتعلم على الاختيار ده، بحيث ان جميع المعلومات اللي هنا هتتنقل هنا، اللي هو انت بتقول له ان الميلينج ادرس اللي انت عايش فيه حاليا هو نفس عنوان الاقامه الدائم. بعد كده رقم تليفونك، بعد كده هنا البريد الالكتروني الخاص بيك، ولو عندك سكاي بي اي دي، لو عندك سكاي بي بتقدر هنا تدخل عنوان سكاي بي الخاص بيك، لو ما عندكش خلاص بتسيبها فاضيه. بعد كده في الجزء الخاص بالامرجنسي كونتاكت، هنا بتبدا تدخل بيانات شخص يتواصلوا معاه في حاله الطوارئ لا قدر الله، اسمه، علاقتك بك ايه، العنوان بتاعه، رقم تليفونه، وهنا البريد الالكتروني الخاص بيه. بعد كده هنا بتيجي في الجزء ده، هنا بدخله معلومات عن احدى افراد اسرتك برضو، يعني مثلا ممكن والدك، والدتك، لو حد متزوج ممكن زوجتك او زوجك، يعني حد من الاقارب، بتبدأ تدخل بياناته هنا، بتختار العلاقة بك ايه، وهنا الاسم والعنوان بتاعه، تمام. بعد كده هنا بيسألك بيقولك هل هو من بروناي ولا لا، لو من بروناي بتختار يس، لو لا بتختار نو، وبتكتب رقم الموبايل بتاعه، لو عنده جواز سفر بتكتبه، لو ما عندوش مفيش مشكلة. بعد كده في الجزء الخاص بالابلكيشن ديتيلز، لو انت عندك اي ريسيرش او اي ابلكيشنز، فانت بتيجي هنا بتضغط على اد وبتبدا تدخل البيانات، السنه اللي اتنشر فيها، العنوان بتاعه، التايتل اوف ابلكيشن بتاعك، كل ابلكيشن ديتيلز، الفوليوم والاديشن والبيج، كل حاجه انت بتبدا تضيفها، تمام. بعد كده هنا بيقول لك بروبوز فيلد اوف ستادي، بيقول لك ان السكشن ده ريكوايرد فور كانديديتس ابلاينج فور ماستر باي ريسيرش اند بي اتش دي، هنا بيقول لك ان الجزء ده مطلوب للي بيقدموا على ماجستير او دكتوراه، يعني مطلوب للناس اللي بتقدم حاليا، تمام. هنا بيقول لك التايتل اوف بروبوزال، ايه هو البروبوزال بتاعك، عايز العنوان بتاعه، تمام، وهنا انت بترفق له البروبوزال بتاعك، تمام. بعد كده هنا بيقول لك لو انت بتشتغل فانت بتختار يس وبتدخل معلومات عن الشغل بتاعك، لو لا خلاص انت بتختار نو، تمام. بعد كده بالنسبه للجزء الخاص بالورك اكسبيرينس، انت هنا بتبدا تدخل له بيانات عن العمل بتاعك في حاله ان حضرتك كنت بتشتغل، تمام، تيجي بتضغط على اد وبتبدا تدخل بيانات العمل، تمام. بعد كده هنا بيقول لك have you previously studied in UBD، هل انت سبق لك ودرست في جامعه بروناي دار السلام، لو سبق ودرست بتختار يس، لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بيقول لك are you applying for scholarship، فانت هنا بتختار يس. وبعد كده هنا بيقول لك name of the scholarship، اسم المنحه ايه، فانت حضرتك بتبدا تكتب له منحه جامعه بروناي دار السلام، وممكن انت من هنا تجيب اسم الجامعه بالظبط، تمام. بعد كده هنا حضرتك بتيجي معايا تكمل الاجزاء الخاصه بالمنحه، يعني مثلا هنا بيقول لك هل انت حصلت على اي منح دراسيه سابقه، لو حصلت بتختار يس وبتقول له هي اسماء المنح دي، لو لا بتختار نو. بعد كده هنا بتيجي معايا ده الجزء الخاص بالناس اللي مقدمه على بي اتش دي فقط، اللي مقدمين على دكتوراه، تمام. هنا بيقول لك هل انت بتقدم على منحه جامعه بروناي دار السلام، فانت بتختار يس. ازاي انت عرفت عن المنحه دي، بتبدا تكتب له هنا انت عرفت عن المنحه دي ازاي. بعد كده هنا بيقول لك هل انت حصلت على المنحه دي في السابق، لو حصلت بتختار يس، لو لا بتختار نو، تمام. بعد كده هنا بيقول لك ان المشاركين في المنحه لازم يكتبوا السيد، بيقول لك ان المقال ده والسيد ده لا يقل عن 1000 كلمه، تمام. حضرتك هنا انت بتبدا تعمل له وصف، انت ليه بتقدم على منحة جامعة بروناي دار السلام، ليه شايف نفسك ان انت تستحق المنحة دي، ليه انت مهتم بالمنحة دي، ودراستك السابقة ازاي تساعدك انك انت تعمل ماتشنج بين دراستك السابقة والدراسة اللي انت عايز تدرسها في جامعة بروناي دار السلام. خلي بالك الجزء ده متكرر تاني للي عايزين يقدموا على الدكتوراه فقط، تمام. بعد كده هنا بتيجي معايا بتبدا تدخله بيانات عن تعليمك السابق، المدرسه بتاعتك كانت في اي دوله، بدات امتى، انتهت امتى. طبعا هنا بتدخله معلومات اذا كانت مدرسه او انستيتيوشن اللي هي الجامعه، تمام. انستيتيوشن هنا خاص بالجامعه. طبعا انت هنا بتدخله بيانات لو انت بتدرس او بتقدم على ماجستير، فانت بتقدم له بيانات خاصه بالبكالوريوس، بتقدم على دكتوراه فانت بتقدم له بيانات خاصه بالماجستير بتاعك اللي درسته قبل الدكتوراه. هو هنا كاتب لك سكول لان الابلكيشن ده بينزل برضه للطلاب اللي هيدرسوا بكالوريوس، فهو كلمه سكول هنا مقصود بيها لو انت هتقدم بكالوريوس فانت بتدخل بيانات المدرسه الثانويه، ولكن ده مش حاليا، لما تفتح للبكالوريوس، تمام. بعد كده هنا بالنسبه للانجلش بروفيشنسي كواليفيكيشن اف ابليكابل، يعني بالنسبه للناس اللي بتبدا تكتب لي في الكومنتات ده المنحه طالبه ايلتس، المنحه طالبه توفل، هو انا بيقول لك اف ابليكابل، يعني لو انت عندك ايلتس بتبدا تكتب له السنه اللي حصلت فيها على الايلتس والسكور بتاعك، لو عندك توفل مثلا، لو انت عندك شهادات تانيه بتبدا ترفق له في الجزء الخاص بالمرفقات، يعني هو مبين لك هنا قدامك ان ده حاجه اختياريه، عندك بترفقها، لو مش عندك مفيش اي مشكله، وانا ذكرت لك كده
وتأكد بنفسك قبل ما تكتب هم طالبين وانت ما قلتش، انا ديني بذكر وبقول كل حاجة تمام. بعد كده الجزء الخاص بالتوصية زي ما قلت لك، بتكتب له بيانات الشخص الاول، بتكتب له بيانات الشخص الثاني، بحيث ان حضرتك بعد ما بتعمل سبميت هم بيبدأوا يتواصلوا مع الاشخاص دول ويطلبوا منهم توصيات. فانت لازم تكون الاشخاص دي انت عارفها وهم عارفينك من اساتذة الجامعة او المدرسين او مين اللي هيكتب لك الخطاب، اذا كان مثلا مشرف تدريب عمل تقدر تتابع كل حاجة تخص خطاب التوصية. اكتب كده على اليوتيوب خطاب التوصية دكتور المنح، يطلع لك كل حاجة تخص خطاب التوصية في الفيديو اللي شرحته عن التوصية تمام. بعد كده حضرتك بتيجي هنا، لو انت محتاج اي ادوية او اي حاجات خاصة بيك ممكن تختار بس وتكتب له هي الحاجات اللي حضرتك محتاجها، لو حضرتك مش محتاج حاجة خلاص فانت بتختار نو تمام. بعد كده بتبدأ ترفق له المستندات بتاعتك بصيغة PDF زي ما هو هنا قايل لك، تضغط على اد، تبدأ ترفق له الملف اللي انت عايز ترفقه. طبعا زي ما قلنا المستندات المطلوبة شرحتها لك وذكرتها لك هنا، بتقدر ترجع لها مرة تانية لو انت حابب تمام. بعد كده هنا بتيجي معايا زي ما قلت لك الطلاب الدوليين مطلوب منهم ان هم يبعتوا نسخ من المستندات بتاعتهم الى العنوان الخاص بالجامعة عن طريق البوستة، وكمان ما تنساش ان حضرتك الظرف او الملف اللي انت هتبعت فيه المستندات بتاعتك لازم تكتب عليه رمز ال O A S Y S زي ما هنا موجود قدامك، وده هيطلع لك بمجرد ما بتعمل سبميت. بعد كده بتيجي بتعمل تشيك على المربع ده، بتراجع الابلكيشن بتاعك اكتر من مره لتجنب اي اخطاء ممكن انت تقع فيها غصب عنك. بعد كده بتكتب الكود الموجود هنا قدامك وبتضغط على سبميت، اوعى تقفل الابلكيشن، ما تنساش الرمز الخاص بال O A S Y S، لان الرمز ده بنكرر المره الخامسه او السادسه، بتكتبه على الظرف اللي هتبعت فيه مستنداتك الا العنوان الخاص بالجامعه عن طريق البوسته تمام. وبكده هنكون خلصت شرح طريقه التقديم على المنحه المقدمه من جامعه بروناي دار السلام. اتمنى ان الشرح كان واضح وبسيط، لو عندك اي سؤال او استفسار ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا تفضل انزل شوفه في الكومنتات وهنحاول نرد عليكم جميعا بقدر الامكان. يا ريت نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك. اتمنى لكم التوفيق جميعا وشكرا.